اخباركم، معاكم اخوكم بضاري. اليوم نتكلم عن الاشواغندا. وايد نسمع عن الاشواغندا صح؟ واحد يقول لك والله خذها زينه حق النادي، واحد يقول لك زينه حق الهرمونات، ناس يقولون خذها حق الغده الدرقيه، في ناس يقول لك لا لا تاخذها حق الغده الدرقيه. ايش رايكم ناخذ معلومات عنها وناخذ تفاصيل عن الاشواغندا، منو اللي يستخدمها ومنو اللي ما يستخدمها؟ اوكي، ولكن هي عشبه الله سبحانه وتعالى خالقها، بشكل عام هي وايد زينه ولكن لازم نعرف تفاصيلها. يلا يلا مشينا. بضاري انا وايد احب اتابعك واحب معلوماتك، ودي شي بيوم الايام اقعد مع رفيجاتي، اقعد مع ربعي بالديوانيه بسولف لهم على الاشواغندا لانها وايد حلوه. فخاف احد يسالني يقول لي شنو الاشواغندا بشكل عام، ما اعرف ارد انا. شنو راح نقول لهم؟ الاشواغندا تضبط هرموناتنا. حلو، يعني استروجين مرتفع تنزله، الاستروجين نازل حيل تصعده. بالنسبه حق الرجال تسترون نازل تصعده، عالي حيل لان عالي تسترون مو زين يتحول الى اندروجين. عرفت شلون؟ تضبط الهرمونات. زائد الاشواغندا تعطي تركيز وقوه وتعطي تحمل. حلو، حق لاعبين الحديد وايد مفيد، وحق الناس اللي دائما خمول ياخذون الاشواغندا. الاشواغندا منوم طبيعي يا جماعه، اللي عنده مشاكل بالنوم يتقلب شيء كانه تمساح يمين يسار، ياخذ الاشواغندا اموره طيبه. وزائد شنو؟ ينزل الكورتيزول، اذا كان شخص وايد عصبي ينزل الكورتيزول يخلي مزاجه وايد حلو. عرفنا؟ نختصر لهم بهذه المعلومات وناخذ معلومات بعد. وايد نسمع ان الاشواغندا مفيده حق الغده الدرقيه، وفي ناس فعلا استخدموا الاشواغندا حق الغده الدرقيه وضبطت معاهم، وفي ناس نفس الوقت استخدمت الاشواغندا حق الغده الدرقيه ضرتهم وما استفادوا اي شيء، وحتى تعصبوا يقول يا ريت احنا ما قضينا الاشواغندا. شنو السر؟ هذا ضبطت معاه، هذا ما ضبطت معاه. حلو، المعلومات اللي ابيك تعرفها الحين ان الاشواغندا في ثلاث انواع. ها؟ الاشواغندا ثلاث انواع؟ اي، يعني في نوع يناسب الغده الدرقيه النشطه، وفي النوع الثاني يناسب الغده الدرقيه الخامله. اذا انت سويت العكس او ما تدري انت كذي قاعد تضر نفسك. حلو، ايش رايكم نتعرف على الثلاثه هذول، وبعد ما تعرف انت بنفسك راح تختار اي نوع يناسبك. يلا مشينا، يلا مشينا. اخوي الغالي اختي الغاليه يلا ركزوا معي، راح نتكلم عن ثلاث انواع بالاشواغندا. حلو، ابيك تحفظهم، ما ابيك تكتبهم، ابيك تحفظهم هني. النوع الاول اشواغندا روت، روت ار او او تي، اشواغندا شنو؟ روت. حلو، النوع الثاني كي اس ام 66، خذ الكي اس ام قطهم، نبي تحفظ 66. لحظه، اول واحد شنو؟ روت، الثاني كي اس ام 66. حلو، النوع الثالث سانسوريل. حلو، عشان نحفظ سانسوريل. النوع الثالث سن، شمس. شنو النوع الثالث؟ شنو قال لنا بضاري يا ربي؟ شمس، سن، سانسوريل. اوكي، روت كي اس ام 66 شمس صن سنسورين. حلو، هذول ثلاث انواع. يلا خلينا نتكلم عنهم واحد واحد. يلا مشينا، عظم يا ويلك ما حفظت. خلينا نتكلم عن اول واحد اشواغندا روت. حق منو بالضبط؟ انا اقول لك، انا اموري طيبه ما فيني شيء، ساعات بين فتره وفتره احس عندي خمول اخذ الروت، ابي اروح النادي شويه، ابي اشيل اوزان اكثر، ابي شويه يعطيني شوي نوع من السعاده، ابي ضبط هرموناتي شويه، ابي يحفز عندي ضخ الدم اكثر، استخدم الروت. شخص ما في شيء ولكن حس انه شوي كسلان او بالنادي يبي شويه رفرش، ياخذ الروت. الروت حق واحد طبيعي ما في شيء، اموره طيبه، ساعات بين فتره وفتره، ساعات نومته مو مضبوطه، بين فتره وفتره ياخذ الروت اشواغندا. واضح؟ هذا النوع روت. نروح حق النوع الثاني ويبتدي الجد. الحين نتكلم عن النوع الثاني، شنو اسمه؟ يلا شاطر، انت شاطره، شنو اسمه؟ كي اس ام اي، قلت 66، ممتاز. شو يسوي بالضبط؟ يزيد التركيز. حلو، ينشط الجسم. حلو، يزيد التسترون. حلو، يعطيك زياده قوه. حلو، يعطيك زياده تحمل. حلو، لاي نوع هو؟ كي اس ام، قولها. حلو، ممتاز. انزين، ابيكم انتم تجاوبون، النوع هذا اللي ينشط هل مناسب للغده الدرقيه النشطه ولا لا؟ انت جاوب. اللي ينشط وعندنا احنا نشاط ناخذه ولا لا؟
انت جاوب انا بسكت. اوكي نروح حق النوع الثالث. يلا مشينا. الحين نتكلم عن النوع الثالث. اول واحد روت خلاص ما منه. النوع الثاني KSM. ايه خلصنا منه. الحين شنو النوع الثالث؟ سانسوريل يا جماعة. سانسوريل يناسب منه حق الاشخاص، شوف دائما بقلق وتوتر، اللي شبريت ما يتحمل، اللي لما يقولوا له يلا يلا روح روح شنو انا روح انا روح يبطق بكسات، مش هذا العصبي وايد. حق الشخص اللي يلا تصبح خير يبي نام، شوف بقيق عيونه ويتقلب الفراش ويعض الكمبل ما شي يسوي ويفتر بالفراش، المهم مودي مودي، هذا الكورتيزول دائما مرتفع. من يناسبه؟ سانسوريل يا جماعه، هذا اللي يناسبه. زين بسالكم سؤال، انتوا اذكياء، السانسوريل شنو قلنا؟ ينزل كورتيزول، يقول له يلا انزل 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 انزل. اللي ينزل كورتيزول يناسب حق الغده الدرقيه الخامله ولا لا؟ غده درقيه خامله، وهذا ينزل كورتيزول، يعني هذا خامل وهذا خامل، ها فهمتها ولا لا؟ في نقطة جدا مهمة، الحين شخص يمكن يقتنع يقول الكورتيزول هو مو زين، عيل الله سبحانه وتعالى ليش مخلي بجسمنا الكورتيزول؟ هو سبب الأمراض، هو اللي يجيب لك القلق والتوتر، هو يسوي لك ضيق بالشرايين، وايد مشاكله. يا جماعة الكورتيزول زين، ما حد يقول مو زين، ولكن لا أوقات معينة يشتغل، بعد الأوقات هذه خلاص المفروض ما يشتغل، يعني يشتغل بأوقات معينة ويتسكر بس. زين أي وقت يشتغل؟ شوف رايح النادي تبي باور، تبي عزيمة، تبي نشاط، يشتغل الكورتيزول فيه. حلو الصبح اول ما تقعد من النوم، تقعد من النوم ومصحصح نشيط، كورتيزول اشتغل. وبعد شنو؟ اذا صارت لك مشكله لاحقك دب، لاحقك جمل، لاحقك قطوه، على طول يعطيك باور ويخلي قبرتك كذي. حتى ساعات لما نشوف اليوتيوب واحد شي يمشي بحكازه يلحقه كلبه وشي تلقى يهت الحكازه ويركض، ما يدري من وين جت له القوه، من الكورتيزول. عرفنا شلون؟ هني يشتغل، ولكن في ناس 24 ساعه شغال، لا هذا غلط. عرفنا؟ يلا الحين خلينا نلخص الموضوع ونخليه يصغيرون حق الناس اللي قفل مخهم شويه، ما عليه نمشي معاكم خطوه خطوه. اكثر الناس يمكن تتخربط غده درقيه، مني انا وضحت وكل شيء واضح، ولكن خل اقول لكم اللي عنده غده درقيه نشطه شنو يستخدم؟ سنسوراي، واضح. واللي عنده غده درقيه خامله يستخدم KSM 66، واضح يا جماعه؟ واضح. انزين اذا انت ام دق 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 الله يحفظهم لك ان شاء الله، وعندك عيال او انت ابو عيال وعندك عيال وايد، على طول تاخذ سانسورايل يا جماعه. ليش؟ لانه ينزل كورتيزول، طول ما الكورتيزول مالك صاعد مخك راح يكفر وراح تلشطهم بالخيازنين. حلو. وثاني شغله التعب مال الدوام، خصوصا الامهات اللي تسهر بالليل ودرس عيالها، ضروري جدا تاخذين سانسورايل عشان تنامين نومه هنيه، نومه الغزلان بالبريه. بقول معلومة وايد حلوة وايد مهمة حق الرياضيين، شلون يختارون النوع الأنسب من ثلاث أنواع من الأشواجندة، خصوصا مفيدة حق لاعبين الحديد. ولكن الشيء المحزن أن أكثر لاعبين الحديد ما يتقبلون المعلومات، يعني يحس أنه هو يعرف كل شيء، ما يبي يسمع من أحد. يعني أنا بعد ما أقول المعلومة أدري راح يتشون علي، شلون بطولاتك أنت؟ وين عطنا تقاريرك؟ افسخ 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 ورا. هو مو مساله افسخ او انا شنو، عندي معلومه صغيره ما تبيها قطعها خلاص. انزين لاعب الحديد ضروري ياخذ النوع السانسورايل. ليش؟ شنو قلنا؟ ينزل كورتيزول. انت وانت بالنادي او انت بالنادي 24 ساعه الكورتيزول مرتفع، والجسم ما يتجدد الا بنزول الكورتيزول. قبل النوم تاخذون حبتين مع جلوتامين مع مغنيسيوم سترات، راح تشوفون الجسم بسرعه يتجدد ويسوي ريكفري اول باول. اوكي هذه هديه مني لكم. طب افسخ الحين KSM 66 حق منو يناسب؟ شوف فلان يجيب لي بس شاي معك، مالي خلق والله تعبان، هذا بطل حلقه حط فيه KSM وايد. هذا ترس حلقه. شوف في اشخاص، هلا والله شلونك، معك محمد الغريب، هلا والله. بعد خمس دقائق بس ذكرني شنو اسمك؟ يلا عادي يلا يلا تبي لك كيلو KSM. انزين واحد تركيزه مو مضبوط، حجي 1 2 3 سوتشي، ها 3 2 كم قلت؟ هذا لا ضروري ياخذ KSM. القدره الزوجيه مو مضبوطه خواره، لا على طول لو سمحت اخذ KSM. انزين الحين احنا شرينا شو قنده، نلف العلبه راح نلقى KSM او سنسورايل او روت، ساعات يكونون ثلاثتهم، ولكن قلت لك انت
تختار الشيء اللي انت تبي من الانواع الثلاثه. واضح؟ والله يعطيكم العافيه وخلكم بضاري. مع السلامه. انا قلت لكم انا مريض، والمريض صار زين لازم يبي له طلعه شويه يقز يفتر. شنو استخدمت؟ استخدمت دخون المبخر.